الجيش، جيش اخوتنا، الهيئه اللي ما خلت سلاح بايد الخلق. انا بحكي عن حالي، ما شفت محور الغربه تبع جوباز، ضليت فيه نهارين ليلتين ما شفت شخص منهم. دفعنا عن مناطق بكل ما نستطيع وانسحبنا من اخرى. يعني مستحيل انت تصد في ايش ب 5% ولا ب 3% ولا ب 10% من قوتك. اولا انا في غرفه فيت المبين، ثانيا انتم تريدون امل. انا تقريبا 10 15 مره طلب في مضاد، طلب في 106، طلب في شيء هو ليس وصل واحد مره. مسارين يسلكهما الجولاني، المسار الاول انه كل المقاتلين العقائديين اللي موجودين عنده احرقهم، اما بمعارك فاشله مجرد مشاة اطلقهم ويلا يا شباب الله اكبر وعلى الجنه، والطيران الروسي وقوات الاسد ابادتهم تماما في معارك محكوم عليها عسكريا انه هي فاشله. الثاني هو لا يزال يمتلك جوقه من المطبلين والمرقعين التي تستخدم الدين وتسير الدين في تبرير كل تصرف. فعلا الشرع اشارته بالجماعه لازم يكون مرقع، اذا بيشتغل غير مرقع ما له شغل عندنا بالجماعه. تفضل، هلا ما في غير فصيلك متحكم بالمشهد بإدلب. يا سيدي أين يذهب هذا المال العام من واردات معابر وضرائب وزكاة؟ أنت عم تجمع هالملايين بدون أي مقابل، لا خدمات، لا حماية، لا وضع اقتصادي. أنه صاحب عم ياخذ معوني والباقي الفقرة كلها ما عم تاخذ. أنا بنزل على سوق الجملة بدي اشتري أغراض للدكان، بلاقي بكابات كبيرة أنت عم تفضي معوني، كان من زيت ولا من رز ولا من عدس ولا كله عم ينباع، ما عم يطلع. عم ياخذوها كلهم على اساس امنيات قويه، سرقات ما عم تلاقوا السارق، مخطوفين ما عم بتلاقوا الخاطف، ولا جهاز امني بس على الملوخيه والفليفله. نطالبكم باطلاق سراح اخينا ابي بكر وجميع المعتقلين. نقول لامنيات الهيئه لا تذكرنا الا بافعال شبيحه النظام في بدايه الثوره. ويكفي ان تعلم ان عدد الاعدامات التي نفذها الجولاني اكثر من 1000 حالي، لم تتوفر لهم اجراءات القضاء الشرعي الصحيح، ولا حقوق المعتقلين، ولا مواساه لاهليهم، بل ولا حتى اعتراف باعدام كثير منهم. لا نعرف، يعني هلا صار 3 سنين وشهر نحن ما بنعرف عنه شيء ابدا.